أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول عندي محل خاص بالحجامة، استقدمت له من المتخصصين في هذه المهنة ليباشروا العمل فيه، فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجامة خبيث يتناولني أنا صاحب المحل، أو يتناول المباشرين للحجامة؟ قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، يعني أنه ردي، ليس معناه أنه محرم، لأن الخبيث يطلق على الردي. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الردي من المال. فكسب الحجام خبيث يعني أنه ردي وفيه دناءة، وهذا في حقك أنت، أنت الذي تتموله تأخذه، فإن ترفعت عنه فهو أحسن. نعم.